مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في كذبه المباشر الصباحي. تحيه صباحيه عطره لكل المتابعين في اين ما كانوا، سواء خارج المغرب. نحييكم ونتمنى للجميع صباح مبارك سعيد وبدايه اسبوع موفقه. كنتم الجميع في قناه الشعب في مكان الحمد لكم، واصبحتم مبروك وميسر ان شاء الله يا رب، دمتم في احسن الاحوال. فدائما كما عودناكم نقربكم الاجواء الصباحيه بدين كثير كل صباحه، وكنحاول قدر الامكان ان شاء الله دائما نقربكم ودائما عند حسن ظنكم في جميع الحالات والاحوال الطبيعيه. كما كما نسولكم الكرام من خلال يعني البث الصباحي، فاجواء مشمسه للغايه. Thank you.